حيث المؤسسات اللي شرعنا في تلقيها ابتداء نعم. من 2014 حيز الخدمة، حيز الخدمة عندنا سطيف، باتنا، عنابة، هادو الجدد. من قبل كان عندنا العاصمة لو سي بي ام سي، كان عندنا انكاك في وهران وانكاك ثاني في ورقلة وقسنطينة كذلك وقسنطينة بليدة. وعندنا مازلنا نتلقاو مؤسسات جديدة خلال هذه السنة إن شاء الله، هي سيدي بلعباس وتلمسان. سمح لي في 2018 نفتحوا تيزي وزو، نفتحوا الواد، نفتحوا أدرار وبشار إن شاء الله. في 2013 كان عندنا على مستوى القطر الوطني 7 أجهزة. اليوم راهي عندي 22 مسرع وزيد لها 4 آلات تاع لا كوبالتو ثيرابي اللي باش داوي ثاني بوغ لا راديو ثيرابي. عندي دونك مجموع تاع 26 آلة في 8 7 26.